ينضم إلي من بغداد السيد عامر الجابري، مدير إعلام هيئة الأرصاد الجوية العراقية. سيد عامر، أهلا بك في هذه الساعة للقاهرة الإخبارية. ما خطورة الأحوال الجوية، حالة الطقس في بغداد وفي العراق بشكل عام خلال الساعات القادمة؟ أهلا وسهلا بك أستاذ عمر وبجميع مشاهديكم ومتابعيكم الكرام في قناتكم الموقرة. حقيقة نحن تقريبا من بداية الصباح هذا اليوم يعني الحالة الجوية للبلاد كان ذو تأثير المنخفض الجوي اللي كان قادم من البحر الأحمر حسب التقرير اللي صدر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواع الجوية الرصد الزلزال وزارة النقل العراقية. يوم أمس صدر التقرير بتأثر البلاد بهذا المنخفض، وكان تأثيرها واضح حقيقة على جميع مناطق البلاد من ضمنها العاصمة بغداد من خلال العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والشديدة على جميع مناطق البلاد، وإضافة كانت هناك سيول في عدد من البحيرات والوديان في المناطق الغربية والجنوبية إضافة إلى الشمالية. يعني إحنا قبل قليل تقريبا لحد الساعة 9 مساء هذا اليوم العاصمة بغداد سجلت كمية الأمطار المتساقطة تقريبا 68 ملم و8 بالعشرة، يعني نعتبرها نسبة عالية جدا بالنسبة لتساقط هكذا كمية من الأمطار. لحد هذه اللحظة هناك أمطار في جميع مناطق البلاد. هل هي سابقة سيد عامر؟ نعم. هل هي سابقة في تاريخ البلاد؟ احنا نعتبرها هذه يعني حتى الأمطار اللي ساقطت هذا العام يعني احنا نعتبرها نسب عاليه بالنسبه للعام السابق، رغم العام السابق كانت هناك تكرار بتساقط الامطار، ولكن احنا يعني لاحظنا خلال فتره قصيره فتره اقل من شهر صار عندنا تراكم في كميه الامطار المتساقطه تقريبا نهايه الشهر الثاني، فبدات عندنا الامطار يعني بالامطار الغزيره جدا اللي حقيقه احنا يعني خلال متابعتنا مع وزاره الموارد المائيه قد استبشروا خيرا بأن هذه الأمطار سوف تكون نسب جيدة جدا بارتفاع منسوب المياه في العراق. فلذلك احنا لحد هاللحظة نلاحظ بعض مناطقنا الشمالية وحسب تقريرنا بأن تتمركز شدة الأمطار خلال هذا اليوم في المناطق اللي احنا نسميها الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد. واحنا أيضا نوهنا خلال تقريرنا نتوقع أن يحدث سيول أو يشكل سيول في تلك المناطق اللي احنا نوهناها المناطق الشرقيه والشماليه الشرقيه من البلاد اللي حثت نفس السيول قبل 3 ايام. فلذلك يعني احنا نتابع لحد هاللحظه من خلال قراءتنا لحاله الطقس ومحطاتنا الانوائيه المتواجده بان الامطار لحد الان مستمره في اكثر مناطق البلاد. ما الفتره الزمنيه المتوقعه ان يستمر فيها هذا الطقس السيء؟ حقيقة سيد العزيز احنا لحد يوم غد ان شاء الله بإذنه تعالى سوف يبقى الطقس في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية نوعا ما، ولكن يبقى احنا تمركزنا حسب قراءاتنا حاليا امام الخرائط تبقى الشريط الحدودي مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية. احنا المناطق الشرقية البلاد البعض منها مثلا ديالة، عندنا العمارة، عندنا واصل، عندنا المحافظات مثلا كركوك، لأن المناطق دائما ما يتأثر بتساقط الأمطار خاصة إن كانت هناك سيول متدفقة من الجار إيران، لأن تعتبر ذن المناطق الشرق البلاد تكون تقريبا كمنخفض عن المناطق الشمالية ومناطق الجارة تركيا أو الجارة إيران، فلذلك دائما ما كانت تتأثر بالسيول وتدفق المياه مثل ما حصلت في الأسبوع الماضي بتدفق كثرة المياه في مناطقنا اللي ادت الى يعني كميات كبيره. احنا طيب. اعتقد قبل 3 ايام ايضا يعني اعلى نسبه امطار سجلت قبل 3 ايام هي في محافظه دهوك، حيث سجلت محافظه دهوك 285 ملم، يعني نسبه عاليه جدا لان كانت هناك امطار غزيره فيضانات سيول، ولكن حقيقه يعني احنا نتاسف في شيء ما كانت هناك حدوث خسائر بشريه وخسائر مادية في محافظة هوك قبل 3 أيام نتيجة السيول اللي تدفقت. طيب. والأمطار الغزيرة. طيب سيد عامر، سؤالي الأخير، الشتاء رسميا قد انتهى ربما منذ 2 أو 3 أيام ولك حق التصحيح طبعا في هذا التاريخ، لكن هل هذه هي الموجة الأخيرة التي يشهدها الشتاء المنقضي على الأقل في العراق؟ لا حقيقة احنا دائما ما نجزم، لان احنا دائما حتى نهايه الشهر الثالث نتوقع هناك امطار، لان نهايه الشهر الثالث تبقى الامطار الشديده الى غزيره،
أما في شهر نيسان الرابع تبقى عندنا الأمطار تقريبا تتحول من خفيفة إلى متوسطة بعض الشيء، لكونه الشهر يعني راح تبدي فيه فصل الربيع. ولكن هذا الشهر آذار لا، إحنا حتى في الأيام السابقة عندما في الشهر 12 الواحد عندما توقفت الأمطار حتى بداية الشهر الثاني كان عندنا توقف بالأمطار نتيجة ضعف المنظومات الضغطية الجوية، ولكن ما جزمنا بأن الأمطار سوف تتوقف، لا كنا متأملين ومراقبتنا لحالة الطقس وقراءتنا الحالة الجوية كنا نتأمل هناك تساقط أمطار، فعلا سوف تستمر تساقط الأمطار للأيام المقبلة. نعم. ولا نجزم بأنها سوف تتوقف إلى نهاية الشهر الثالث. نهاية الشهر الثالث هناك أمطار، يعني نتوقع هناك أمطار يعني شديدة إلى غزيرة، يعني ما نجزم بأن تتوقف الأمطار، ولكن تقريبا في مدخل الشهر الرابع سوف تتحول من الشديدة أو غزيرة إلى خفيفة أو متوسطة. نامل أن تكون أمطار خير على العراق. شكرا جزيلا السيد عامر الجابري مدير إعلام هيئة الأرصاد الجوية العراقية، شكرا لك على كل هذه المعلومات.